السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الساعة الواحدة من قناة مرابطون نستهلها بالعناوين. تواصل أعمال الدورة 61 غير العادية لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال بالعاصمة نواكشوط. المنتدى الوطني يؤكد رغبته في الحوار الجاد ويقول إنه لم يتفق مع الأمين العام للرئاسة بشكل رسمي. منتخب المرابطون يواصل معسكره التدريبي بنواكشوط استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا مطلع سبتمبر القادم بالعاصمة جوهانسبرغ. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. انطلقت بالعاصمة نواكشوط أعمال الدورة 61 غير العادية لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال، وقال وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني الرئيس الدوري لمجلس وزراء المنظمة محمد بن عبد الفتاح إن الاجتماع سيركز على الملفات المتعلقة بقدرات المنظمة والتحديات التي تواجهها. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. انطلاق أعمال الدورة 61 غير العادية لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال بالعاصمة نواكشوط، دورة ستركز أعمالها وفق وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني الرئيس الدوري لمجلس وزراء المنظمة محمد العبد الفتاح على الملفات المتعلقة بقدرات المنظمة والتحديات التي تواجهها وكذا مشاريعها المستقبلية. سيتركز النقاش خلال الدورة الحالية على بعض الملفات الخاصة المتعلقة بقدرات المنظمة والتحديات التي تواجهها. إن منظمة استثمار نهر السنغال ورغم التحديات العديدة التي واجهتها خلال بدايات التأسيس إلا أنها استطاعت أن تقطع أشواطا في تحقيق العديد من الأهداف التي من أجلها تأسست، ستعمل مستقبلا بفضل جهودنا المشتركة على تحقيق الكثير. تحاول نواكشوط وبعد مضي أزيد من 40 عاما على احتضانها مؤتمرا حول الخطوات العملية المصاحبة لإنشاء منظمة استثمار نهر السنغال أن يكون لها حضور فاعل بالمنظمة التي عملت في إطارها طيلة 4 عقود ونيف. فإن مدينة نواكشوط مرتبطة بشكل كبير بتاريخ منظمة استثمار نهر السنغال، ففي مارس 1972 وضع رؤساء دولنا وحكوماتنا في نواكشوط الخطوات العملية المصاحبة لإنشاء منظمتنا. وبعد أكثر من 40 سنة من تلك اللحظة التاريخية ها نحن نجتمع لنفس المدينة لإلقاء نظرة على المسار المشرف الذي قطعناه معا بكل فخر. وتعتبر موريتانيا والسنغال من أكثر الدول الأعضاء في المنظمة اعتمادا على مياه النهر الذي يصل طوله 1790 كيلومتر، ويمتد النهر الذي ينبع من هضبة فوتا جالو بغينيا على 4 دول هي غينيا ومالي والسنغال وموريتانيا، وتعول عليه الدول الأعضاء في مجال التنمية الزراعية بشكل أخص. أكد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أنه راغب في الحوار السياسي الجاد لإخراج البلاد مما سماها الأزمة التي قال إنها تعيشها. وقال الرئيس الدوري للمنتدى الشيخ سيد أحمد والبابامين خلال مؤتمر صحفي عقده المنتدى بنواكشوط إن المنتدى متمسك بوثيقة الممهدات التي تقدم بها إلى النظام من أجل الدخول في حوار. التفاصيل في سياق هذا التقرير. اتفقنا على أننا لم نتفق، هكذا وصف الرئيس الدوري الجديد للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الشيخ سيد أحمد البابامين اللقاء الذي جمع ممثلا على المنتدى بالوزير الأمير العام للرئاسة الموريتانية مولاي محمد لقضف في دردشة شبه سرية حول مشاركة المنتدى في الحوار السياسي المرتقب. وقال البابامين إن ممثل المنتدى والوزير الأمير العام للرئاسة لم يتوصل إلى موقف موحد بخصوص الأساسيات ولا أي نقاط أخرى قد تؤسس لحوار مستقبلي بين الطرفين. وكان هذه اللقاءات فعلا مع سيد الوزير قام بها عضو من المنتدى، وكان له معاه تقريبا 3 جولات، ودار تشوف جميع القضايا اللي بغاو يدرسوا فيها، وفي النهايه النتيجه عنهم اتفقوا الاثنين عنهم ما توافقوا،
واعترفوا الاثنين عنهم ما توافقوا على الاساسيه. والله على الشيء قد يعود عاقب ذا قد يفضي الى شد اخبار اكثر 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 شديه. وأضاف البابمين أن الطرفين اتفقا على إبقاء الاتصالات بينهما، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد المنتدى لخوض حوار مع النظام على أساس ورقة الممهدات التي سبق للمنتدى أن قدمها. وكان الأمين العام للرئاسة الموريتانية المكلف بالحوار من طرف النظام ملايو محمد لقضف قد قال خلال مؤتمر صحفي منتصف الشهر الجاري إن جل الضمانات التي طالب بها المنتدى تم قبولها باستثناء حكومة الوفاق الوطني، معتبرا أن المطالبة بها غير واردة في الأنظمة الديمقراطية. بالنسبة لنا حكومة وحدة وطنية، والله حكومة حيادية، إنها ما هي في مجتمع كامل في ديمقراطية أهميتها في أغلبية تحكم ومعارضة تعارض تحضر لأخذ مكان الأغلبية. وجل أكثرية الدول الانتخابات تعدل وزارة الداخلية، وإحنا قلنا أن هاي اللجنة اللي عندنا لا نقوها ونعطوها الإمكانات الكافية والوسائل الإدارية والمعنوية والقانونية، نعدلوها معهم بالتشارك لكي تسرع المسلسل الانتخابي من ألفه إلى يائه. ويرى مراقبون أن النظام الموريتاني ماض في تنظيم حوار شامل استنادا على تصريح محمد لقضف الذي اعتبر فيه أن الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من التأخر ولا بد من الدخول في حوار فعلي، بينما يرى آخرون أن حديث النظام عن ضرورة إجراء حوار سريع مجرد مناورة سياسية للمنتدى. وعلى ضوء التجاذب السياسي الجديد القديم بين الأطراف السياسية الموريتانية حول الحوار، يتزايد عدم اهتمام الشارع الموريتاني به، والذي ألف الحديث بشأن حوارات السياسيين التي تظهر فجأة وتختفي حسب المستجدات. دعت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين خلال مؤتمر صحفي عقدته بنواكشوط إلى مراجعة وتطبيق نظام أسلاك التعليم الأساسي في البلاد. وقالت النقابة إن مختلف المصالح الإدارية والتشريعية وافقت على مراجعة نظام الأسلاك ووعدت به، لكن ذلك لم يتم بعد، وإن المعلم الموريتاني ظل مرهونا بنظام سلك واحد عكس باقي موظفي الدولة موظفي الوظيفة العمومية. سلاك التعليم الأساسي، وقدم عرائض مطلبية قديمة، وصلوا النقابات سنة 2012 لصيغة توافقية، يعني مصادقة متفقة عليها صيغة توافقية باتفاق من نقابات التعليم الأساسي ووزارة التهذيب الوطني ووزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية، يعني مختلف المصالح الإدارية والتشريعية اللي عندها دخل في استصدار ذاك القرار كانت حاضرة، وبالتالي كان هذا طرحوا مسودة مشروع سلاك التعليم الأساسي، وكانت هذه الصيغة تسمح للمعلم على أنه ينتقل، معناها فما له يعود السلاك للمعلمين بدلا من الحال الموجودة كان المعلمين عندهم سلك واحد، معناها المعلم في درجة واحدة ذيك الدرجة، يعني اللي كان مطبق وما زال قاعد ساري مفعول كانت موجودة درجة واحدة، وذيك الدرجة فيها 11 رتبة، معناها اللي زي شالون ينتقل المعلم من بريمير إن شاء الله شهر ديزيم إن شاء الله وهكذا لين الحق أنزيم إن شاء الله، وفي درجة واحدة لين الحق أنزيم إن شاء الله، وبعد سنوات له يتقاعد، عكس اللي موجود في سلالم الوظيفة العمومية الأخرى. رياضيا، في هذه النشرة يستعد منتخب المرابطون لخوض مباراة الإياب أمام نظيره الجنوب إفريقي مطلع الشهر القادم بالعاصمة جوهانسبرغ ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017. ويواصل منتخب المرابطون معسكره التدريبي منذ أسبوع بنواكشوط استعدادا لمباراة المرتقبة بعد أن فاز في مباراة الذهاب. نتابع. آخر لقاء للمنتخب الوطني الأول يوم الثاني من الشهر القادم، أمل ضئيل في التأهل يصاحبه حلم متبخر بعد خيبة أمل لقاء الكاميرون الأخير. غادرت هذا العام كل المنتخبات الوطنية جميع البطولات وبدون استثناء. إنه عام خال من فرحة الوصول لأي محفل دولي. الجميع شارك لكنه اكتفى بالمشاركة وتوقفت عجلة طموحاته في آخر منعرج لكل بطولة.
المرابطون أكابر وحدهم ما زالوا يتمسكون بخيط أمل قد يوصلهم لآخر الطريق منذ قرابة أسبوع، وهم يخوضون معسكرا تدريبيا في ملعب شيخ بيدية تحضيرا للقاء العودة ضد جنوب إفريقيا هناك في العاصمة جوهانسبرغ. هذا اللقاء يرى كثيرون أنه مجرد تحصيل حاصل. بالنسبة لمنتخب البافانا، بافانا يلعب من أجل رد الاعتبار لمكانته ولأنصاره والثأر أيضا من موقعة لقاء الذهاب حين خسر بثلاثية مقابل هدف في الملعب الأولمبي. أما المرابطون فيحتاجون لضارب رمل أو ودع يخبرهم بمعجزة قد تحدث إن حققوا الفوز والتأهل على حساب منتخب البافانا بافانا. طبعا هذا السيناريو بهذه الوضعية قد يقول كثيرون إنه ممكن بل وارد جدا، لكن حين تخبرهم أن المرابطون يقبعون في المركز السابع في ترتيب أحسن ثواني المجموعات ولكي يعبروا على جميع الفرق التي تبحث عن المركز الثاني أن تخسر، أي ستة فرق تفوقهم في الترتيب يجب أن تخسر جميعها في آخر لقاء لها ويفوز المرابطون على جنوب إفريقيا. إذن هل تضع هذه الفرق مجتمعة عربة أحلامها أمام حصان طموحاتها لكي يتأهل المرابطون؟ أم أن الحظ في الجولة الأخيرة من تصفيات بطولة الأمم الإفريقية سيأتي هو الآخر ليخبر الجميع أن لا مستحيل في كرة القدم وقد لا يوجد بالضرورة صاحب حظ عاثر؟ إلى الشأن الفلسطيني، حيث أقرت المحكمة المركزية الصهيونية للشؤون الإدارية مشروع مخطط بيت الجهور الساعي الذي تسعى السلطات الإسرائيلية من خلاله لإقامته غربي المسجد الأقصى المبارك. وتصل مساحة المخطط الذي تم إقراره 2985 مترا مربعا، ويتكون من ثلاثة طوابق أحدها تحت الأرض. في خطوة استفزازية جديدة تبدأ من حيث توقفت منظومة العدوان التي ما فتئ الاحتلال يصعق بها الساحة الإسلامية، أقرت المحكمة المركزية الصهيونية للشؤون الإدارية مشروع بيت الجوهر العدواني الخطير، وذلك بعد مداولات عريضة تم تصفية الاعتراضات التي حاولت قطع الطريق أثناءها على بدء التنفيذ. وكالة قدس بريس نقلت عن أبي عطاء المختص بشؤون القدس والأقصى أن قاضي المحكمة المركزية كان قرر في الثامن من الشهر الجاري رفض الاعتراضات وإقرار البناء لأهميته لساحة البراق التي يطلق عليها العدو حائط المبكى، مبينا أن الاحتلال مستمر في تهويد منطقة البراق. وكانت المحكمة المركزية تابعة لسلطات الاحتلال قد أقرت في 8 أغسطس الجاري مخطط بناء بيت الجوهر بيت حليفة التهويدي الذي ينوي الاحتلال إقامته على مساحة 100 متر في ساحة البراق غربي المسجد الأقصى المبارك. البناء الاحتلالي الجديد يسعى العدو إلى إقامته على 1.84 دنم ومساحة 2985 متر مربع، وهو مكون من 3 طوابق أحدها تحت الأرض. يريد الاحتلال له أن يكون قاعات وصالات عرض لما تبقى من الآثار الوهمية التي يدعي العدو أنها تعود إلى حقبة الهيكل المزعوم. أما الطابقان الآخران فينتظر أن تكون صالات تعليمية وقاعات لحفلات البلوغ اليهودية ومركزا للدراسات، وكل ذلك لخدمة الرواية التلمودية المستندة على وهم إرث المبكى. آليات الاحتلال كانت قد حفرت تحت مستوى ساحة البراق بنحو 10 أمتار مما أدى لتدمير العديد من الآثار الإسلامية العثمانية والعباسية والأموية. قمن بالذكر أن ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء اللوائية التابعة لبلدية الاحتلال كانت قد سرقت في كانون أول عام 2015 على مخطط بيت الجوهر بيت حليفة التهويدي والذي يمول من قبل ما يسمى بصندوق إرث المبكى، وهو مؤسسة تهويدية إسرائيلية تخدم أساطير الهيكل الخرفة والرؤى التلمودية والتوراتية العفنة المتعلقة بتاريخ القدس والمسجد الأقصى الذي لم يسلم من يد التحريف اليهودي الملوثة بالتزييف المزمن. نهاية نشرة أخبار الساعة الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. تواصل أعمال الدورة 61 غير العادية لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال بالعاصمة نواكشوط. المنتدى الوطني يؤكد رغبته في الحوار الجاد ويقول إنه لم يتفق مع الأمين العام للرئاسة بشكل رسمي.
منتخب المرابطون يواصل معسكره التدريبي بنواكشوط استعدادا لمواجهة جنوب افريقيا مطلع سبتمبر القادم بالعاصمة يوهانسبرغ. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول الله. إلى اللقاء.